الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تعمل منشور على الصفحة الشخصية بتاعتك على الفيسبوك وتخلي كل المتابعين ليك على الصفحة الشخصية يشوفوا هذا المنشور، او بمعنى اصح تعمل منشن لكل المتابعين ليك على صفحة الفيسبوك. لما انا ادخل على صفحة الفيسبوك تمام كده واجي اعمل منشور، لو انا هعمل هنا تراجع كان ان انت تعمل منشور للجميع ما كانش بينفع الا في اللي هي الجروبات او الصفحات الشخصية اللي انت عاملها على الفيسبوك، لكن ان انت تنشر على الصفحة الشخصية بتاعتك مش ينفع ان انت تعمل منشن. يعني قبل كده مثلا لما انا كنت اعمل منشور، لو انا حابب مثلا ان اعمل منشور على الصفحة الشخصية بتاعتي على الفيسبوك او على جروب للفيسبوك، كنت باجي بعد ما تحط الصورة بتضغط على اللي هي الأرقام وتختار علامة الإيميل وتاخد حاجة اسمها الجميع وتبدأ تعمل عملية نشر، فيروح المنشور رايح لكل الأفراد اللي موجودين ليك على الصفحة زي ما حضرتك شايف كده، المنشور راح للجميع. لكن ما كانش ينفع ان احنا نعمل الموضوع ده هوت على الصفحة الشخصية بتاع الفيسبوك. دلوقتي الموضوع ده أصبح متوفر، كل اللي انت هتعمله هتضغط على الصورة الشخصية بتاع الصفحة الشخصية بتاعتك تمام كده زي ما انا هعمل كده، وتدخل تاخد حاجة اسمها اللي هي المنشورات. هعمل منشور جديد، هختار صورة على سبيل المثال الصورة اللي انا كنت عملتها قبل كده دي، وبعد كده هنا هتيجي تعمل كأنك هتكتب، تضغط برضو على اللي هي الارقام 1 2 3 وتختار علامة الايميل. هيظهر عندك اللي هي المتابعين، يعني معنى كده ان انت هتنشر المنشور ده لكل المتابعين ليك مرة واحدة، بس الموضوع ده مش مسموح ان انت تعمله الا مرة واحدة في اليوم. يعني كل يوم من حقك ان انت تعمل منشور وان كل المتابعين ليك على صفحة الفيسبوك بتاعتك يشوفوه، مش هتقدر تعمل الموضوع ده الا مرة واحدة بس في اليوم. كل يوم ليك ان انت تعمل منشور لكل المتابعين يشوفوه. طيب هنجرب كده، نعمل التالي وانا انتظر، وبعد كده اقول له نشر تمام كده، وهوري لحضرتك المنشور لما يتم نشره هيبقى شكله ازاي. بص حضرتك، هو تم نشر المنشور. لو لاحظت ان المنشور اصبح اتبعت لكل المتابعين ليا على صفحة الفيسبوك. زي ما بقول لحضرتك الموضوع ده متاح ليك ان انت تعمله مرة واحدة في اليوم على الصفحة الشخصية بتاعتك. بعد ما كان الموضوع مش موجود الا على الجروبات وصفحات الفيسبوك، لا اصبح الفيسبوك بيتيح لاصحاب الصفحات الشخصية ان هم برضو يعملوا منشورات او منشن لكل الاشخاص اللي موجودين ليهم على صفحة الفيسبوك بتاعتهم. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.